يا مساء الفل والسعاده على كل بيشوفونا. حلقه جديده ويوم جديد من عيش سعيد، وانتوا دلوقتي بتشوفونا على اي تي سي. يا رب دايما تكونوا مبسوطين، وكل سنه وكل اباط مصر بألف مليون سعاده وخير. كل سنه وانتوا طيبين بمناسبه عيد القيامه، ويا رب عيد سعيد عليكم كلكم وعلى كل اسركم وعلى كل المصريين. يا رب تحتفلوا كده وانتوا مبسوطين ومتجمعين والعيله كلها مبسوطه يا رب ان شاء الله. طبعا النهارده حلقتنا هيكون فيها حاجات مختلفه، بس قبل ما ابدا واقول لكم عندنا ايه النهارده، خليني ارحب بسهى. ازيك يا سهى؟ مساء الفل يا لولو. اوتفيتس الربيعي اللذيذه دي، شفتها؟ يعني دخلنا الحياه الوان دخلنا الصيف. الوان، انا جايه هنا مع سعيد، متقامه مع سعيد. متقامه مع سعيد. انا يعني ملمسه في عيش. تمام. مساء الفل على كل اللي بيشوفونا، ومساء الفل على كل المصريين وكل الاقباط اللي بيحتفلوا دلوقتي باعيادهم، وان شاء الله عيد سعيد عليكم وكل سنه وانتم طيبين. في حلقتنا النهارده اجواءنا لطيفه وروحها حلوه، وضيوفنا واخبارنا كمان هنتكلم عن شم النسيم بتفاصيله اكتر مع ضيوفنا، وكمان اخبارنا انتوا عارفين بنلف العالم كله علشان نجيب لكم اخبار مميزه كده. ف يعني بيتهيألي هتبقى حلقه فيها حاجات غريبه ولذيذه في نفس الوقت. كمان هيكون منورنا النهارده ضيوف مختلفه ودمها خفيف جدا. هتكون منورانا الفنانه الجميله نوران خليل. هي يا جماعه بصراحه ميكس من المواهب اللطيفه، هي صوتها حلو جدا، بتغني وفي نفس الوقت مذيعه وفي نفس الوقت بتدرس في الجامعه، وهي المتحدث الرسمي باسم حمله انت الاهم. فطبعا نموذج للشباب الناجح المختلف اللي بيفكر خارج الصندوق. فهي هتكون موجوده معانا النهارده عشان تكلمنا اكتر عن الحاجات اللي بتعملها وعن طريقة تفكيرها المختلفة وعن الباشن اللي هي بتلاقيه في كل الحاجات اللي هي بتعملها. حلو قوي. وطبعا بمناسبة أعياد الربيع ولأننا عيش سعيد، وأعتقد يعني أكتر فصل مرتبط بالبهجة والسعادة هو الربيع، فإحنا اليومين دول هنشم النسيم وهنستقبله. فهيكون معانا كمان في فقرة مختلفة نعرف تفاصيل الاحتفال بالعيد ده عند المصريين القدماء، وهتكون منورانا ضيفتنا اللي هتكلمنا باستفاضة أكتر الأستاذة والدكتورة عزة سليمان الباحثة في الحضارة الفرعونية. متحمسه جدا للفقره دي. مش عارفه انا تاريخ وادبي، انا خايفه صراحه يعني ان انا ابقى مش معاكم في الفقره دي. لا انا بستمتع قوي بالقصص والحكايات والتاريخ، يعني وان احنا شم النسيم بنحبه وبنحتفل بيه وعارفين في بعض الناس عرفناه من ايام القدماء المصريين، بس تفاصيل بقى ليه اصلا سموه شم النسيم؟ ايه تاريخه؟ ايه حكايته؟ طب ليه بعد كل الالاف السنين دي لسه بنحتفل بيه؟ فدي مهمه قوي ان احنا نعرف ونعرف ولادنا ونعرف الجيل الجديد احنا ليه بنحتفل، ايه السبب بتاع شم النسيم. فقره مميزه جدا. كمان هيكون معانا موضوع حلقتنا النهارده وهو خيالي شويه، يعني هنتخيل كده مع بعض لو انت مش عايش حياتك دي، انت بتتخيل تعيش حياه ثانيه، حياه مختلفه شفتها في مسلسل، في فيلم، في كده فيلم انت متاثر بيه جدا نفسك تعيش في حياه الفيلم ده. نتخيل كده مع بعض حياه مش موجوده، ولو اتحطينا في المواقف دي هنعمل ايه؟ طب هنتصرف ازاي؟ طب هنكون مكان البطله؟ طب يعني هنعمل نفس الحاجه ولا هنغير النهايه مثلا؟ ففي افلام تبصي عليها تقولي الله نفسي اتحب كده، نفسي احب كده، نفسي اعيش ابقى قويه زي البطله، نفسي ابقى مثلا كاريزما زي البطل ده. مش بتيجي عليكي اوقات؟ انا هلعب معاكي اللعبه دي، بس انت بقى اللي هتقترحي علينا الافلام والمسلسلات. أنا يعني عشان انت الارشيف ما شاء الله بالنسبه لي. فانت هتقولي وهتفكريني كده اقول لك عارفاه طبعا شفته وما اعرفش ايه. عاجبني او مش عاجبني كمان، ما انت بقعد اتناقش معاكي. أيوة المسلسلات انا ببقى شايفاهم بس يعني مش حافظه اسمهم قوي، بس هجمع معاكي شويه. متحمسين قوي نبتدي حلقتنا، نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نبتدي على طول. نفسي هي حاجه بقى اكستريم خالص، تتريق عليا اللي انا اعيش في جلباب ابي، عايزه احضر فرح ثانيه. يا رب احضر فرح ثانيه وارجع تاني، ما عنديش قوي. يا رب بس اروح اشوف فيفي عبده ورامي. انا تعبت منك يا شيخه، تعبت في ايه؟ الابلكيشن دي باختصار كده هي بتوريك مواقف تشالنج بتدخلها لحاجات بتغضب منها المرأة. شم النسيم ده من اعظم اعيادنا المصريه، مش بس الاعيادنا المصريه، يمكن من اعظم الاعياد اللي ظهرت في التاريخ. ليه؟ لانه لمعاني كتيره جدا، اهمها انه حاجه بسيطه، ان احنا المصريين او ما فيش عيد في ظهر على وجه الارض فضل شعب يحتفل بيه لمده اكتر من 7000 سنه متواصل كل سنه بنفس الميعاد
غير عيد شم النسيم. Il mio bel fuoco lontano vicino che serpussio senza cangiar mai tempre per voi care pupille arderà sempre. ورجعنا لكم تاني وعشان نكمل حلقتنا بقى ونتكلم في الموضوع اللي لينا كانت قالت عليه في الانترو، فكرة الحياة الخيالية. كل واحد فينا بيرسم لنفسه كده حياة ممكن جدا ما تكونش ليها اي علاقة بالواقع. لينا في قبل الفاصل سألتني قالت لي بتتأثري بشخصيات درامية، بتحطي نفسك جوه قصة معينة، هنختار مسلسل هنعيش فيه او حاجة حدث مثلا في فيلم معين اتأثرنا بيه وعشنا كأننا يا نهار ابيض لو انا مكان البطله دي، ولا حصل معايا كده، ولا عشت القصه دي. يعني بيحصل معانا كده كده واحنا بنتفرج. أيوة. بتحسي إن لو بدلنا الاماكن هنتصرف ازاي؟ عارفه الاحساس ده؟ انا افتكرت دلوقتي فيلم، عشان انا قلت لك ان انا دبستك طبعا وقلت لك انت هتقولي لي الافلام انت هتقولي وانا اقول لك اه ولا لا، اديكي العلامه. ايوه بس انا افتكرت دلوقتي فيلم ومش فاكره الاسم، انت هتفتكري معايا الاسم. الفيلم ده كان قريب على منصه من المنصات وكلنا اتفرجنا عليه، فيلم اجنبي، هو عن واحده اتحطت في كونتينر وهي حامل وقعدت وولدت نو وير نوير. صح. لا لا ده فيلم ده متعب للاسف. انت عارفه ان في ناس صحابي ما يقدروش يكملوه. انا الفيلم كله بعيط طبعا، بس هو انا مش عايزه، يعني مش عايزه اتخيل انا هتصرف ازاي. هي الست دي عملت، هو باختصار الفيلم كان عباره عن ان ده، بس ده مش حقيقي، يعني ان البلد اللي الست كانت قاعده فيها دي زي احتلها احتلال غريب جدا وبيحبس الناس وبيعذبها وكده، فهي من الناس اللي هربت في كونتينرز من اللي بتروح البحر. بالظبط كده. فهي جوزها فصلوه عنها فبقت لوحدها وهي حامل، يعني حامل كمان كانت في الشهر الثامن، يعني بطنها كبيره. فالمهم بعد ما اتحبست في الكونتينر ده اترمت طبعا في الميه، وهي الوحيده اللي اترمت في الميه في الكونتينر ده. لا هو كل هي عرفت تستخبى جوه الكونتينر، هو الناس دي دخلت قتلت كل سابتها لوحدها. هي الفكره ان هي بجد فعلا كانت لوحدها وكل اللي حواليها ماتوا، فهي لوحدها وهتخلف لوحدها. فهي ولدت اصلا في البحر، في كونتينر، في التلج، في البحر وفي الميه اللي عماله تنزل بين خرام الكونتينرز، بتولد لوحدها من غير بنج طبيعي. وبتحاول بقى انها تسرفايف، تاكل البنت وتحوش لبن، فعماله تاخد مش عارفه ايه. وبعد كده فتحت علب، لقيت علب كتير في الكونتينر، فتحت لقيت البوكس دي كلها عباره عن علب، فاكره؟ ما لقيتش عملت حاجه بيها غير علب. عملت بيها حاجه شبه بوت وبقت تصطاد وتاكل اللي بتصطاد. لو فكره ان هي ما فيش اكل خالص، فهي بتعمل ايه؟ ما عندهاش غير ميه مثلا، في الدنيا مطرت مره فراحت مالت شويه ميه، فهي بتقسم شويه الميه دول على حياتها، يعني هي بتبقى ميته من العطش وشويه ميه قدامها مش هينفع عشان دي حصه بكره. فلا لا لا هو فيلم هو ده من رهيب، من يعني اصعب الافلام صراحه اللي ممكن حد يحط يا رب نفسه، ما حدش يحط نفسه جوه مكانه. قصه لا اصل هو يعني هي بطله واحده ومفيش غيرها في الفيلم ومفيش اي حاجه لازم تحصل، هي والكونتينر وخلاص خلصت كده. صعب قوي. فهو كان فيلم صعب قوي ان حد يحط نفسه في في الموقف ده. تعالي فكريني بحاجه مش لوحدك، انت معاكي بيبي فصعب قوي. لا نفسي هي حاجه بقى اكستريم خالص تريقه عليا اصلا، اللي انا اعيش في جلباب ابي، عايزه احضر فرح ثانيه يا رب احضر فرح ثانيه وارجع تاني، ما عنديش يا رب بس اروح اشوف فيفي عبده ورامي. انا تعبت منك يا شيخه، تعبت في ايه؟ حس بيا يحس بيك ربنا يا جدع. طب مش تحضري فرح ثانيه؟ لا ما نفسيش احضر فرح ثانيه، كان لذيذ قوي والله العظيم. وديك الروبي بتاع عبلة كامل وهي بتقطعه كده بتاكلي محشي من ايديها، مش عايزه. لا لا مش عايزه. شفت انا بجد والله، شفت انا وديتك فين وديتيني فين؟ احنا مالنا ومال كونتينر ومعاناه وبوكس ولدت فيه، انا مالي؟ ما توديني الواقع دمه خفيف فرفوش ثانية يا نكد ماله. ده الفرح ده لم ده اسطوره، ده كل ما يتعد بنقعد كلنا نتفرج عليه كاننا اول مره نشوفه. احنا همثل. طب وديني حته ثانيه معلش. اوديكي حته تانية. طيب حاجات دراما حاجات كوميدي. لا بقول لك انا نفسي احضر مغامره من مغامرات اولاد رزق، سواء في الجزء الاول او الجزء الثاني. دي كلها نفسي بقى اجري معاهم. بحب قوي اولاد رزق، ده بيشبح الجزء الثالث قوي.
عايزه تبقي شبح مش عارفه. لازم تروحي عشان تشوفي احمد عز. ده كده كده معلش لا مؤاخذه يعني. كلهم صراحه كل الابطال يعني نجوم خطار. بس انا بحب الشبحانه دي في الافلام. في الافلام ما يبانش عليكي مظهر خداع. لا هقول لك مثلا في مسلسل كلنا حبيناه اول مره نتعاطف مع حراميه وعصابه، ميت وش، لما كلنا كنا عايزين نبقى كنا في رمضان كلنا كنا عايزين نبقى بارت من العصابه دي، اللي هو ايه ده انتوا جامدين قوي، انا عايزه ادخل معاكم في الصفقات اللي انتوا بتعملوها دي. فلا بميت وش كان جامد جدا. فاكره بقول لك ايه من المسلسلات اللي ضحكتنا السنه دي في رمضان؟ مأساة يعني طبعا بتاعت أشغال شقة. وطبعا كان في شوية حاجات كيسز أنا كنت عايزة أبقى معاهم عايشة معاهم برضو في البيت ومصابرين. لا يعني كلهم صراحة قدوا دورهم حلو قوي. بس بقولك في اللي أنا كان عاجبني قوي الفايبس بتاعت يعني البيت. فاهمة حاجة؟ لا وحلو نتفرج عليها. فاهمة حاجة؟ بس غير كده لا ما نعيشهاش. والفولورز بتاعت ما هيتابوا كده. لا نعيش اللي هم عاشوه يعني يوم ما تهانوا. بس نتفرج عليه. اوكي. في ايه كمان؟ انا اتغيرت عشانك يا بسيون. باشا لا طب سيبك من الافلام والمسلسلات، قبل كده يعني عشتي حياه خياليه في دماغك بحاجه لا معينة. لا ما عنديش وقت والله. بننام بدري بنصحى بدري وعلينا اقساط وجمعيات، فاللي هو الحياه الخياليه دي اشوفها في الحلم. فاكره انت لما بنبقى بنتكلم على الاحلام اقول لكم لا يا جماعه ما عنديش وقت، انا يا دوب بنام شويه صغيره. يا جماعه بطلت بحلم بقى كتير. ما بحلمش، فيش وقت يعني. الشويه اللي بنامهم غالبا كده لو وقعت على وشي اوب اصحي بقى. لا ويبقى في برضه مسلسلات وافلام هو هتحضر. بس انا عندي حاجه حته خياليه بقى، اللي هو مثلا انا بتخيل لو انت بتتكلمي معايا وقلتي لي جمله انا ممكن ما اكونش رديت عليكي دلوقتي فيها، بس ممكن بقى بعدين لما اروح في الواقع الافتراضي جوه دماغي قاعده اتخيل بقى ان انا رديت عليكي كذا وانت هتردي عليا تقولي لي كذا، وكان المفروض الموقف يمشي بالطريقه، فاهمه؟ واقعد اكمل بقى الفيلم انا في دماغي. لا معرفش هو ده واقع افتراضي ولا ايه نظر. ده هبل يعني، ده فراغ او حاجه يعني حاجه من الثلاثه. لا مش احيانا بيعدي عليكي موقف يا ريتني كنت رديت الرد ده. طب ده يعني ملوش علاقه بموضوعنا ده حاجه ثانيه. لا بس ده واقع افتراضي مش واقع يعني، ده خيال قصدي. مش لا ده اسمها ان انت كنت ساعتها ذهنك مش حاضر فمش عارفه تردي، فلما رجعت ده كملي خناقه بقى في البيت اللي هو وازاي يقول لي كده. بقول لك تعالى احنا لسه ما خلصناش. بتيجي نروح نشوف الناس في الشارع. بس انا بفكر بيتخيلوا دلوقتي في ابطال اكيد عدوا علينا، بطلات ستات او رجاله، مثلا فاتن امل حربي، فكره الست الفايتر اللي هي انا ولادي هحارب عشانهم عشان اخد حقي من جوزي اللي ما بيعملش حاجه الراجل المفتري. دي ستات كتير قوي في مصر كده اللي هي الاب والام. ما انت كنت لسه فرح سنيه، ايه اللي جابك؟ لا بس هي شخصيه ست قويه. انا بتكلم على فكره الست الفايتر، يعني انا لو تخيلت ان انا اعيش يوم اللي هي عاشته انا مش هقدر، يعني انا كده هنهار، يمكن انهار. بس انا بقول صعب قوي، زي تحت الوصاية منى زكي لما خدت ولادها واتشحططت بيهم في بورسعيد وسابت بنتها اللي هي كانت قد كده مع بيبي صغير عشان تنزل السرحة تلم الفلوس عشان عمهم. انت بتحطي نفسك مكان الستات دي، انا اقدر اعمل ربع اللي هم عملوه عشان ولادهم ولا عشان يطالبوا بحقهم، وان هي رفضت ترضخ لعمهم المفتري اللي بياخد حقهم. في ستات تقول لك ما نعيش وخلاص ادينا بناكل وبنشرب، لكن هي رفضت الظلم ده وتمردت عليه عشان تامن حياه كويسه لاولادها. ففي ستات قويه قوي في بتجسد ادوار الست، في ان الست مش مجرد بتطبخ وقاعده في البيت، لا الست ممكن تقوم بيت بحاله يعني، فده حاجه مهمه قوي. طيب نروح نشوف راي الناس ونرجع تاني. متحمسه قوي اشوف كل واحد متخيل نفسه في ايه. شفت اعلى نسبه مشاهده، وشفت ثانيه شفت رامز برضو، شفت كمل العدد، وشفت اشغال شقه، وشفت امبراطوريه ميم بس تقريبا كمل العدد، ومسار اجباري، ونعمه على افوكادو، واعلى نسبه مشاهده. شفت كمل العدد، واعلى نسبه مشاهده، ومسار اجباري. العتاوله. انا شفت العتاوله، وفي واحد كمان بقى بتاع مصطفى شعبان المعلم. والله انا ما شفتش، بس يعني كان بيجي على التيك توك كده كنت بلاقي حاجات. شفت المداح. حق عرب، واعلى نسبه مشاهده. عايزه اختار، مش عارفه، عايزه اختار ان انا اعيش في كامل العدد. عمال فريده في كامل العدد. ممكن اللي لينا في كامل العدد. باسم سمره طبعا. الواد اللي هو كان اسمه ايه، مصطفى، والله بيقول ايه العفش بتاعه.
أتقمص ممكن أحمد العوضي. شخصية حمد أهلاء. ممكن جالة هشام في أعلى نسبة مشاهدة، كانت صحبة كويسة يعني وكده. حاسة اللي هي الكبيرة لينا، كانت كيوت قوي. كانت كيوت وهادية، هي كانت كيوت كده وأكتر واحدة حبيتها يعني. راجل رايق، هو حلو ودوره حلو. هو بصراحة تلقائي برضو، بتحسيه عايش دور إن زينا كده، ناس ما مش اللي هو بيمثل دور مش دوره، لا هو حاسس بيمثل الأدوار كلها زينا. مش عارف، بس في ناس بتقول أنا شبهه في شوية، معرفش، بس في ناس بتقولي كده. هي معرفش، هي هادية وأنا مش هادية، بس هي أنا اخترتها عشان هي كيوت، ممكن أكون كيوت معرفش. بحسها هادية زيي وبتتكسف، مش عارفة اللي هي مثلا كانت بتحب الكلاب ممكن. هو تلقائي يعني، هو برضه بيضحك وانا بضحك، هو كوميدي كده يعني. ان هي يعني انا بحب اقف جنب صحابي اساعدهم، اقف معاهم كده يعني. هي في مره كده اختها كانت رايحه حفله، بس الحفله دي ما كانتش حلوه، مش هسيبها تروح عامه. لا ممكن اغير تقريبا. عامل زيها، ما بيغلطش، كل حاجه بيعملها صح. مش في كلها، عشان اكيد في مواقف بيعملها وحشه يعني. هو مش اتخلق ملاك، في حاجات بيعملها وحشه اكيد مش هبقى زيه، لكن كل الحاجات الحلوه اكيد هبقى زيه طبعا. عادي، ممكن يكون في تعديلات بسيطه بس. لا هبقى زيها. تعليقات الناس هتموتني، قال لك انا نفسي ابقى المقاول المال الحلال اهو. دي طموحاتك يعني، دي احلامك، فاهمه؟ وناس كتير برضو اتكلمت عن المسلسلات اللي تبعتها في رمضان، وان هي ممكن تبقى الشخصيه دي ولا لا. في ناس كتير قوي عايزه تعيش جوه مسلسل كامل العدد. صراحه انا يعني معاهم قوي في القصه دي، لان لا 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 هو لا. مسلسل لا، هو هتعيشي وانتوا المورستان ده جوه العيله دي. لا جوه، لا بس على فكره انا وانتي لان احنا عشنا العيله صغيره، مش ما عندناش اخوات كتير. انت عندك اخ واحد وانا عندي اخ واحد، فيعني ما عشناش اللقطه بتاعت ليا اخوات كتير بقى يعني. وبناكل 16 واحد على الترابيزه والكلام ده، فلا دي برضو صراحه حاجه حلوه. حلوه عشان ما عشتهاش. ما اعرفش لكن يعني. فكره هم اصلا على طول يا حبيبتي كانوا في خناق ان دي الاوضه بيقعد فيها ثلاث بنات، فانا مش عارفه فين. ايوه بس اكيد عندهم ميموريز كتير قوي الثلاث بنات دول مع بعض. هو طول مسلسل مشاكل يا سوها، مفيش غير الاخر حلقه اللي كل شويه بيغنوا فيها ويتصالحوا، بس اخر حلقه طول المسلسل احنا حبيناه عشان هو في شقاوه، في احداث، في كل واحد بمشاكله المختلفه. لكن طبعا وش ده، انت لما الواحد بيبقى عنده كلب في البيت بيبقى حامل همه، ما بالك انت عندك ما شاء الله تو توينز وعندك بيبي وعندك بنات في اعمار مختلفه وشباب بمختلف تفكيرهم. لا البيت دوشه وانتنس وعايزه 24 ساعه تكوني جاهزه ومحضره نفسك للمصايب اللي بتحصل. هو حلو نتفرج عليه لكن نعيش ونو. انت عايزه تعيشي براحتك. طب يعني ينفع ياخدوني معاهم يومين؟ عارفه اللي هو كده اجرب. لان كنت دايما لما صحابي اللي هم عندهم اخوات كتير اللي هو خمس وست اخوات والحاجات دي، كنت احس في لا في حوارات كده مختلفه عندهم طول الوقت، في سسبنس يعني واكشن وربنا يكون في عون الست. وقاعده بقى يعني على الترابيزه عدد كبير مع بعض، كل واحد بقى عنده حاجه يقولها وكده، اكيد اكيد فيها لذاذه يعني. الله اعلم سمها وفيها لذيذه. طيب في ناس معينه بتقعد تعيش في الخيال ورافضه تنزل الواقع، يعني هو بتقعد من كتر ما هي بتتخيل تحس ان هي خلاص بقت، احنا بقينا مرضى خلاص، احنا رافضين، احنا عايشين فوق محلقين ورافضين ننزل لارض الواقع اللي هو لا فوق حبيبي، احنا مش في الحياه دي. في ناس بتتقمص الادوار قوي، في ناس انت عارفه والله ان في ناس، بس دول يعني بيروحوا بيلجأوا لمساعدات، يعني تحكي لها مشكله فتتقمص مشكلتك، اللي هو مثلا تحكي لها انا حصل فيا في الشغل 1 2 3 واصحابي خانوني وكيف هتعيش في دور المتخانه. والله العظيم بجد عارفه شفت فيديو قبل كده، انا حاسه ان انا حد خاني. انا مش مرتبطه ولا حاجه، بس انا حاسه متخانه. لو في ناس كده، في ناس بتعيش في دور مثلا هي تكون طبقتها محدوده في حته معينه، شغلها محدود. دي شفتها كتير. لا هي متطلعه بقى، انا عايزه اعيش في مستوى تاني. لا دي شفتها كتير قوي، وبشوف بقى وترد عليكي تقول لك مثلا النهارده نازله بالمواصله المعينه او التاكسي يعني المعين، علشان العربيه في التوكيل، اصل احنا لما سافرنا ورجعنا من باريس حصل معرفش ايه، وانا مش عارفه هو ده بيكون ايه بالظبط، بس يعني ما بيكونوش عايشين فعلا الواقع بتاعهم. العيشه الواقعيه او على السوشيال ميديا تلاقيها بطريقه بتتعامل بطريقه معينه وهي في الحقيقه مش كده يعني. انا شفت نماذج من دي في الحقيقه، وهم شخصيات لذيذه جدا، بس في حته هم عندهم فيها مشكله. تمثيل ما اعرفش، مش تمثيل، بس هي زي ما بتقولي متطلعه او حاجه، بس هو اكيد حاجه مربوطه بحاجه نفسيه
يعني ما اعرفش ايه. بص هو موضوع شائك شائك بس انا شايفه ان انا دايما بختار يعني كلنا عندنا حته جزء خيالي يعني فاهم، ما نكدبش على بعض، كلنا عندنا الحته عارفه ولا انا في الخيال حياه، فكلنا عندنا في خيالنا قصه معينه نفسنا تحصل بنصدقها ان هي يا رب تبقى حقيقه من كتر ما احنا وبيليف قوي في الحته دي اللي جوانا فبنبيليف قوي فيها لغايه ما بتبقى خلاص جزء من حياتنا. لكن في خيال اوفر مريض لازم يتعالج، في فرق كبير، وفي خيال انت تقولي يا رب يوما ما يحصل بس انت واقعيه عارفه ان هو مش ده الحقيقه، انت الحقيقه دلوقتي انا واقفه على الارض كده بس اللي جوايا ده خيال لعل وعسى قدام يحصل. زي ما واحده مثلا مش بتشوفيها بتكون رسمه ان هي الله ان يا سلام انا نفسي اتجوز فلان وتفضل عايشه في الخيال ده وانا متخيله نفسها معاه ومخطوبه له ومش عارفه ايه وكده، ممكن يحصل وتلاقيه اتعرف عليه جوزته. حصلت في فنانين حصل معاهم الحوار ده بالظبط وحكوا ده في التوكس اللي هي على السوشيال ميديا وكده وبيحصل وبقانون جذب، وفي فنانين كانوا وهم بيحكوا وده مش عيب ان هم كانوا حياتهم صعبه جدا وكانوا بيعانوا من الفقر وان هم مش عارفين ياكلوا ويشربوا زي كانوا اشتغلوا شغلانات مرمطه كتير قوي. دلوقتي هو ما شاء الله بصي هو فين وفنان ايه ومعاه عربيه ايه وعايش فين فده اكيد وهو صغير حلم وعاش في خياله يا ريت وانا باكل الاكله النظيفه. هو الحلم حلو بس الكذب مش حلو طبعا. لا الكذب ممكن تكذبي على نفسك حتى في امكانياتك مش امكانياتك الماديه، انه انا يعني انا مش هينفع اشتغل دكتوره ما انا ما درستهاش فاهم انا ما عنديش الامكانيه دي يعني. لا ده هبل كده انا هبل دكتوره وانا خريجه اعلام بس الخير انا دكتوره سوري ده معاكي انت درستي ممكن تبقي دكتوره في مجالك بقى يعني. لا لا دكتوره انا هعالجك لا ده فاهمه فده ضد امكانياتك. انا هجيب لك ابتدينا نخيش فانا نفسي نطلع فاصل ابتديت اخاف منك يعني انت بقيتي بالنسبه لي مرعبه دلوقتي لو سمحتوا نطلع فاصل ونرجع تاني عشان نقول اخبارنا وتمام والدنيا كده حلوه اتفضلوا. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل حلقتنا. وصلنا لفقرة الأخبار اللي دايما بيبقى فيها أخبار غريبة بس صراحة بتبقى ممتعة وأحيانا مضحكة وأحيانا بتفاجئنا صح يا لولو؟ أيوة متحمسة جدا. طيب أنا معايا خبر لذيذ عن أبليكيشن. الأبليكيشن دي باختصار كده هي بتوريك مواقف تشالنج بتدخلها لحاجات بتغضب منها المرأة. يعني مثلا انت بتنزلي الابلكيشن هي مجموعه من المواقف اللي اتعملت بالذكاء الاصطناعي بتدخلي بتقري ايه هو الموقف اللي ممكن يضايق ست. يعني مثلا على سبيل المثال ادي الابلكيشن على سبيل المثال هيقول لك ان اتاخرت مثلا عن ميعاد ديت مع ست كلمتك وما ردتش عليها بسرعه وهي كانت عايزاك في حاجه مهمه ماشي بتدخلي تدوسي تشالنج فبيحصل ما بينك ما بين الذكاء الاصطناعي تشاتنج على اساس ان هي الست الغاضبه تشاتنج انا انت ازاي تتاخر على الديت بتاعك اللي انت كنت منزل معايا فيه ما اعرفش ايه الكلام ده فبتبتدي بقى تقنعيها بالراحه كده لا والله انا كان عندي ظرف فلان لا ما ظرف مش مسموح في رد بقى رايح جاي رايح جاي لحد ما الابلكيشن في الاخر يا تقتنع يا ما تقتنعش وبتحسب نسبه الذكاء بتاعه اللي بيرد من نسبه 0 ل 100% قد ايه مستوى ذكائه قد ايه هو عمل عمليه استيعاب للموقف ورد بطريقه مقنعه وردوده كان ليها قيمه وهي عرف يحتوي الموقف زي ما بيقولوا عرف يبلفها ينزل يقولوا بس لذيذه والله ممكن الرجاله تتمرن عليها عشان قبل ما تبتدي بقى تشوف حياتها العاديه مع زوجتها في حياتها احنا للدرجات دي بينا صعبين لدرجه ان هم عملوا لنا ابلكيشن ما شاء الله الذكاء الاصطناعي بالحاجات اللي بتغضبنا وتقنعها للدرجات دي احنا صعبين احنا اسهل ما يكون بكلمه واحده بس انت خسيتي هو جرب في الابلكيشن يقول لك كده لا انا قريت حاجه اول امبارح كده بيقول لك لو كل راجل عامل للست على انها طفله ومخها يعني بتحب الدلع والطفوله والحاجات دي تمام ولو هي برضو عملته على انه برضو عنده طب نرجع الحضانه يا جماعه نرجع الحضانه والله حاجه مش مظبوطه في الدماغ الحياه تمشي زي الفل انا شايفه احنا كبرنا الموضوع يا شباب قوي والله الدنيا ابسط من كده بكتير وان هو والله يا جماعه بالكلمه الحلوه معروفه الست بتحب قلبها في ودانها والراجل قلبه في انك تسيبيه في مع اصحابه من غير ما تكلميه خلاص عملت الحاجتين
يعني انت عملت كده وانا عملت كده، الموضوع ولا ابلكيشن بقى ولا انجري جي اف ولا بتاع، الدنيا جميله. طيب انا الفيديو اللي معايا دلوقتي هو فيديو في خبر، يعني هو فيديو بيتكلم عن قط كده نط نطه، عارفه اللي هو اوبا كده، والنطه دي يا جماعه عملت 50 مليون مشاهده واكتر على التيك توك، عملت ضجه كده. هو قط اسمه ريمي، والقط ده من فصيله يعني فصيلته بنغالي، وهي فصيله من القطط عايشه في منطقه شيكاغو، وهو القط ده عايش مع قط تاني تمام. فالقط التاني ده وهو بيلعب وقع الجاكيت من غير قصده بطريقه ما، فالقط بقى اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اسمه ريمو ريمي اتخض، فبناء على الخضه دي نط النطه. بصي هتشوفي كده في الفيديو تاني نضحك سوا، بصي هو طار في الهواء، هم سموها مايكل جوردن القطط، ان هي طارت طيره محدش فاهمها لغايه دلوقتي هو ازاي نط النطه دي، بس الحمد لله هي سرفايف. شفتي بقى انا بخاف يعني بعد القطط كل ده ليه؟ يعني خدتي بالك؟ لا كيوت والله يعني، بس القطط دايما احنا كان عندنا قطط بتقع مش عارفه من الدور الايه وتلاقيها بتسرفايف، تقع من الشجر وتتسلق اشجار وتلاقيها تمام زي الفل. هي القطط بتعمل حركات مفاجئه مش هتتوقعيها. لا وهي بيقولوا عليها بسبعه رواح. اه ما شاء الله يعني فعلا. لا في قطط بتقع من الادوار الثالث والرابع وما شاء الله ما بيحصلهاش حاجه، هي جسمها طري قوي فمش زينا جسمنا ناشف فبيحصلهاش حاجه اغلب الوقت يعني. فتخيلي قطه نطت النطه دي بقت ترند على التيك توك، اكتر من 50 مليون مشاهده وبقت نجمه مجتمع يعني. تخيلي حياتك مثلا كقطه ان انت عملتي حاجه بسيطه ورحتي بقيتي اشهر واحده في الكوكب. طيب النهارده كمان معانا توب 5 لاغرب انواع الاسماك في العالم، وتبتدي انت يا لينا. اغرب واشرس. اول سمكه معايا هي اللاين فيش او سمكه الاسد. تعرف السمكه دي موجوده في الغردقه وفي شرم الشيخ وعندنا في البحر الاحمر، هو شكلها هيبان دلوقتي. والسمكه دي يا سهى لو شفتيها في البحر او عملتي دايفنج او حتى كنتي بتهزري مع اصحابك بتعملي سنوركلينج او الكلام ده كله، اوعي تحاولي تلمسيها لانها سمكه سامه، لو لمستك او شكتك يعني لا قدر الله هتموتي يعني. من الاسماك ما ينفعش حد يقرب منها. بصي ده شكلها اسمها لا، ممكن تقولي ايه ده دي شكلها لطيف قوي كوتي كوتي، لكن انت لو لمستيها على الدنيا السلنقتي خلاص يعني. حتى بصي الدايفر شايلها بالشوكه بزي شوكه كده، بس هي خطر جدا وليها طريقه معينه لانها ممكن تفلفص منه تاذيه، فمش اي حد يمسكها ولا اي حد يشيلها ما ينفعش. دي أوكي. اول نوع معانا وهي سمكه الاسد. تاني سمكه معانا هي الستون فيش اللي هو السمك الحجري والسمكه الحجريه، سمكه برضو خطيره جدا وبتعتبر من الاسماك الاكثر سامه في العالم. ومن الصعب اكتشافه لانه بيعيش في قاع البحر، يعني هو مش مثلا سلس زي السمك العادي كده، لا بصي يا سهى بيستخبى في قاع البحر، فللاسف لا قدر الله ممكن حد يدوس عليه فيجي له حاله التسمم دي، يعني لو دوستي عليه بالغلط ممكن تفتكريها صخره. بس هو ماسكه بجلوفز اصلا. انت ممكن في ناس بتدوس عليه وبتفتكرها صخره فبتقول خلاص انا اتعورت من صخره ولا حاجه مش مشكله، لكن المشكله ان هي مش بتبقى باينه لانها في قاع البحر وانت بتفتكري انت دوستي على ستون او حاجه، فعشان كده اسمها ستون فيش، فللاسف بتؤدي برضو للموت. اوكي ربنا يحفظنا يعني. طيب تالت سمكة معانا وهي سمكة العقرب. وسمكة العقرب دي هي من أكلات اللحوم، دي معلومة عنها غريب، واللي بيصل طولها ل 36 سنتيمتر ولها زعانف شعاعية وعندها أشواك سامة جدا، وبرضو بيدوس ساعات السباحين عليها بالغلط وعن طريق الخطأ يعني. ولما بيعملوا كده للأسف بتؤدي لآلام صعبة جدا ونهايتها الوفاة، فدي برضو سمكة العقرب المشهورة ان هي سمكة سامة جدا جدا جدا. انا معايا سمكتين برضو هضيفهم للسمك اللي انت قلتيه، واول سمكة هي سمكة الضفدع، والسمكة دي الغريب فيها ان هي بتغير جلدها او لونها من وقت للتاني، وبس الموضوع مش زي الحرباية كده بياخد ثواني وبتغير لونها، لا هي بتاخد اسابيع علشان تغير لونها من اللون ده للون اللي بعده. السمكة دي مش بتستعمل ما عندهاش خياشيم وما بتستعملش الديول بتاعتها للسباحة، هي شبه الضفدعة فعلا. هي شكلها غريب جدا. السمكة اللي بعدها اللي معايا وهي سمكة الصندوق، وهي فعلا السمكة دي على شكل صندوق، يعني هم جابوا اسمها من شكلها، هي سمكة على شكل صندوق، هي سمكة مسالمة جدا ما بتأذيش اي حد،
بس على الرغم ان هي سمكه مسالمه الا انها تحتوي او فيها يعني سموم قاتله جدا. انا حاسه ان انا خايفه انزل البحر. انا بحب الدايفنج قوي. جربتي تعملي دايفنج؟ لا لا انا ما جربتش ولا عايزه اجرب لان انا مش بحب انزل تحت في عالم انا يعني لازم اكون درساه كويس قوي. هي بقى بالظبط كده. هو عالم. اول ما تنزلي تحت يقدوا يا مش قدوا. لا قبل ما تنزلي تحت هتفهمي ان انت الله قد ايه العالم ده كان لازم اجربه. انا مش هينفع طول الوقت بس ابقى شفت اللي فوق الارض والاشخاص دي وخلاص. قدرات يعني ممكن ينزل شويه حاجات بسيطه تتعلميها وهتعرف. حتى الغواصه تعقدنا منها بعد حوار تيتان ده. لا فلو لا انا ليه انزل دي غواصه ليه انزل لا 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 ده دافع ربع مليون دولار علشان يروح يشوف تايتانيك. ده في حته ثانيه. لا انت رأيك. اكيد الغواصه اللي هتروحيها اخرك البوت الجلاس بوت اللي هتبصي من هنا ايه ده الله سمعك كده. خليني فوق المركب انتوا انزلوا وانا همسك لكم الفوط. متعه والله متعه. انا هقعد فوق اشوي الاكل اللي انتوا تاكلوه. لكن لا يعني هقول لك حاجه, هو ده عالم فلازم قبل ما حتى انزله اكون على الاقل دارسه فاهمه. يعني انت كنت تعرفي ان في كل انواع السمك دي او حد غيري ما كان يعرف بتبقي ان في كل ده؟ اولا انت لما بتنزلي انت مش الغطاسه الفظيعه مهما اخدتي كورسز. لان انا ابتديت اخد الكورس اخدت منه شويه, انا ما كملتوش بس اخدت منه شويه. فمهما كان عندك نوليدج واخدتي الكورس لا بينزل معاكي حد تاني طبعاً. علشان يوجهك ويقول لك دي ما تلمسهاش دي ابعدي عنها. وبلس ان انت بتبقي لابسه اللبس اللي هو الخاص بالغوص فانت مش هتلمسي حاجه. عندك من اول رجلك لحد صوابع ايديكي كله كفرد بشكل تمام. بيبقى معاكي حد بيساعدك. التعليمات اللي بتعرفيها بسيطه بس لازم هي اكسبيرينس الصراحه يعني. يا ريت كل الناس تجرب. للي حاببها ويا رب تكونوا استفدتوا بالحاجات اللطيفه اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. نروح بقى الفاصل عشان نكمل حلقتنا ونرجع تاني. خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا. وطبعا دلوقتي الايام دي بنحتفل بعيد شم النسيم, ولو دورنا شويه كده هنلاقي في جزء مننا ما يعرفش ان هو اصله مصري. يعني اصله بتفاصيله فرعوني مصري اصيل. بكل بقى اللي بنعمله دلوقتي بالبيض الملون بالفسيخ والرنجة والأكلات بتاعتنا المصرية فهو عيد مصري 100%. بس عشان نعرف معلومات أكتر منورانا النهاردة أستاذة عزة سليمان الباحثة في الحضارة الفرعونية اللي هتكلمنا وتشرح لنا وتقول لنا أصل شم النسيم. منورة. أهلا بيكي. كل سنة وانتم طيبين. منورانا. ودايما بنحتفل يا رب وربنا ما يقطع لنا عيد يا رب. يا رب يا رب إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. شم النسيم ده من أعظم أعيادنا المصرية. مش بس الأعيادنا المصرية, يمكن من أعظم الأعياد اللي ظهرت في التاريخ. ليه؟ لأنه لمعاني كتيرة جدا, أهمها أنه حاجة بسيطة أن إحنا المصريين أو ما فيش عيد في الظهر على وجه الأرض فضل شعب يحتفل بيه لمدة أكتر من 7000 سنة متواصل كل سنة بنفس الميعاد غير عيد شم النسيم. فشوفي عظمته. ليه؟ لأنه معانيه كلها نبيلة إنسانية, بهجة ومتعة وبعث وخلق جديد ومولد جديد وكلها معاني إنسانية جميلة جدا. بحيث ان احنا وطبعا مرتبطة بأرض مصر ومصالح مصر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وكل حاجة. عشان كده العيد ده في دمنا يعني محتفظين بيه بشكل كبير جدا. هو كان عيدنا الكبير عموما. حلوة قوي. العيد شم النسيم على فكرة ما تقعدي تبحثي في الأعياد القديمة كمان هتلاقي انه من كتر ما هو حل هو يعني العالم القديم كله كل شعب خد حتة منه وظبطها وبيحتفل بيها لغاية النهاردة بشكل أو بآخر. كل حتة منه هو في طقوس كتيرة جدا مختلف. احنا اختصرناها في الاحتفال بعيد شم النسيم صح. اللي هو يوم واحد. لكن العيد شم النسيم يعني حتى لما مثلا تلاقي جريدة الإيكونوميست البريطانية هتلاقي ان هي بتقول لك عملت تقرير مصور يعني بتقول انه كل الأعياد اهم الأعياد الموجودة في العالم كله النهاردة هي اصلها مصري فرعوني. واحنا ما نعرفش قد ايه عظمتنا وقد ايه العالم كله بيحتفل لغاية النهاردة بنفس الفلك الفكري بتاعنا. فهو عيد عظيم جدا.
هو بره بياخدوه ايستر بريك، بياخدوه اسبوع اجازه يعني، احنا يمكن عندنا بنحتفل بيه يوم بس بره مصر بيحتفلوا بيه بايام كتير. هو يعني مصر الفرعونيه كان اسبوع على فكره. اه بجد. اه مصر الفرعونيه كان المفروض اسبوع. طب نرجع ناخد اسبوع معلش بقى. يعني انا بلاش السادة المسؤولين احنا لازم بقى نحتفل بيه اسبوع، ماليش دعوه عشان ده عيد مصري اصيل فرعوني. صح. اه عيد عظيم جدا، مش بس حكايه المصري فرعوني، هو مرتبط بارضنا المصريه ومصالحها الاقتصاديه. الفكره في عيد شم النسيم هو اصلا عيد حصاد القمح. القمح هو ده كل اللي احنا بنعمله والاحتفالات والحواديت وكل الطقوس الجميله جدا اللي حواليه، لانه احنا هنحصد قمحنا. قمحنا اللي تعبنا فيه طول السنه بنيجي بقى في عيد شم النسيم بنتوج التعب ده بقى. انت على قد ما المجهود عندك في مصر بيبقى قوي جدا والمشاق كبيره جدا، على قد ما انت كمصريه بتحليه بكل الطرق بقى، تقعدي تعملي له اكل كتير وحاجات كتيره وتزوقيها وتلبسي لبس العيد الجديد حاجات كتيره حلوه قوي علشان تحلي تقدري على المشاق الكبيره اللي انت داخلاها. انت هتدخلي على انك تحصدي القمح وبسرعه وتشونيه وتدخليه مخازن الدوله. فده موضوع طبعاً. كبير جدا طبعاً. يعني فكل بيشارك فيه كل المصريين، دعم الوطني بيشارك فيه كل المصريين. فهو ده الاساس في الفكره الاساسيه، عشان كده عشان هو مرتبط بمصر وبمصالح مصر الاقتصاديه ورغيف العيش. احنا يعني ما كانش عندنا حد، يعني لو احنا عندنا عجز في القمح ما كانش فيه لا روسيا تسلفنا ولا امريكا تبعت لنا، احنا معتمدين على نفسنا. يعني كل يوم هنموت من الجوع. صح. يعني مش هزار يعني. فلازم احنا نكون الموضوع ده موضوع مهيب وكبير جدا. طبعا يعني احنا كان عندنا القصص الديني، الديانه المصريه الفرعونيه كانت دايما بتخدم على مصالح مصر الاقتصاديه. يعني منين كان عندك مصلحه انها لازم تتحقق، هتلاقي في قصه دينيه محكمه دايما موازيه لمصالحك الاقتصاديه علشان الشعب يمتثل، الشعب ينفذ، الشعب يعني يسمع الكلام، يعني ما يتهاونش، يعني ما يهزرش يعني. فهو عيد عظيم بكل معنى الكلمه. كان اسمه ايه يا دكتور؟ كان يعني احنا بنقول شم النسيم، هو كان زمان بينطقوا ازاي؟ في ايام الفراعنه يعني. الفرعن. عيد شم النسيم كان عيد برضو. شم النسيم برضه. اوكي. يعني في ناس بتفتكر كتير انه ده لغه عربيه بس هو ده لغه مصريه. احنا لما ندرس اللغه المصريه هنلاقي يعني اقول لك 90% من كلامنا النهارده لغه مصريه فرعونيه. ايوه. طب دكتور اهم بقى المظاهر، من اهم المظاهر احنا معناه ايه اصلا؟ معناه عظيم جدا طبعا. اولا عيد، كلمه عيد جايه من كلمه ايد، الايد اللي هي ايد الاله اللي هي الممدوده بالخير، لانه القمح كان بيبقى متجسد في شخصيه اله مصر اللي هو اوزير او اوزوريس، اللي هو بيقوم كقمح الوقفه الكبيره، بيقف الوقفه الكبيره بتاعته قبل يوم شم النسيم بيوم. هو القيام الكبرى بتاعته، القيام الكبرى هي لمحصول القمح. يعني ايه الوقفه الكبيره او القيام الكبرى اللي هي بتديني اعلى محصول؟ يعني قبلها لسه المحصول مش كتير قوي، ان انا هستنى عشان يكبر قوي. وبعدها ممكن يتحرق من حراره الشمس، فانا هو ده التوقيت المظبوط اللي انا مفروض احصد فيه القمح. العيد هو رمزنا ان دي كان الاله جاي مدد لنا ايده بالخير. فالحرف الالف والعين حروف تبادليه في علم اللغه في البدايه، كان بيتبادلوا مع بعض، فايد بقت عيد. شم جاي من اسم فصل شمه اللي هو فصل الصيف، ومعناه البعث والعوده والخلق الجديد. ده معنى فصل الصيف عندنا في مصر، هو شمه اللي خدنا منه من مواصفاته حاجه كده. يعني اللغه في البدايه كانت بسيطه جدا، انت بتاخدي المعنى الاساسي للكلمه ومفاهمها، وبعد كده ممكن تغيري حاجه بسيطه وتقولي انا هخليها للموضوع ده. فخدنا شمينا الاستنشاق، حاسه الشم، على اسم شمه. ليه؟ لانه الفصل ده بيبقى عندنا الغيطان مليانه ورود كتيره جدا، ريحتها حلوه قوي، بتتزرع بطريقه طبيعية. احنا مش زارعين ورد، احنا زارعين مثلا شجر برتقان ولا والى اخره، وكل ده بيديكي زي ريحة ياسمين وفل وياسمين. انت لو قربتي للحقول هتلاقي مشيتي جنبها
الهواء كله معطر ريحته معطر طبعا فل وياسمين. من هنا شمينا حاسه الشم على اسم فص الشم ومعناه البعث والخلق الجديد والميلاد الجديد المولد يعني. وبعدين النسيم جايه من كلمتين ان معناها بتاع السيم اللي هو الزرع ومقصود بيه بقى ان احنا هنحصد الزرع كله والورد كل الزرع يعني على تنوع فده مع على بعض بقى تبقى شم النسيم. فدي اصل الكلمه وهي كلمه مصريه شوفي معانيها جباره جميلة. يعني كل حرف ليه معنى احلى من اللي قبله وتديكي حتى طاقه ايجابيه يعني. انا حاسه فعلا شم الريحه وان انا اكني وسط حقول وسط مظاهر خلابه يعني فعلا حاسه بالشكل كله اكني قدامي لمساه من كتر ما كل حاجه ليها معنى. وحضرتك جيتي فعلا على النقطه ان العيد ده الهدف منه او المعنى اللي بيوصل لنا ان احنا فعلا بنتولد من جديد. مصر بتتولد من جديد وكل المصريين بيتولدوا من جديد ميلاد وبعث جديد. ليه؟ انت لما بيجيلك القمح المخزون بتاعك القمح تطمني وخير. على نفسك طبعا. ان مصر في امان لسنه قدام من محصول القمح انت كده كان روحك اتردت لك طبعا انت بعثتي من جديد. ومن هنا جاء اسم فصل الصيف في مصر ان هو فصل البعث والخلق الجديد والمولد الجديد. وعلى فكره بكل معاني المولد الجديد يعني ايه؟ يعني دايما بتديكي الامل انه يعني اللي عنده مشكله اي مشكله لا انت النهارده في العيد ده انت بتتولدي من جديد يعني بكره في امل جديد بكره في فرصه ثانيه في رزق جديد. انت لو متخانقه مع جيرانك او مع منع اي حد انت بتروحي بتقدمي له هدايا بتصالحيه يعني احنا بكل معنى الكلمه احنا ولاد النهارده. يعني ننسى كل الماضي ننسى كل اللي فات ونبدا بدايه جديده وهو ده الفكر اللي كان قايم عليه الحضارة المصرية اللي هي المولد المولد الجديد. منين مصر ما كانت يعني تمر بمشاكل أو تهدى شوية الناس تكسل شوية يجي عيد صغير مثلا أي عيد من الأعياد الصغيرة يقومها يفوقها تاني لغاية ما يجي العيد الكبير بتاعنا اللي هو شم النسيم والقبليه لوقفة القمح ووقفة ربه فتيجي بقى أن هي تدينا طاقة إيجابية جبارة طبعاً. أن احنا يعني حياة جديدة فرصة جديدة حياة فرصة جديدة رزق داخل علينا معاني سامية جميلة جدا. عشان كده شعوب العالم حبته ونقلته بشكل أو بآخر لأنها كانت بتلمس حاجة احتياج إنساني وقيم إنسانية جميلة جدا هو الناس محتاجاها فعشان كده حبيتها ولقت قبول واتنقلت للعالم كله. طب أنا يا دكتور عايزة أعرف أهم الطقوس اللي كان بيعملها قدماء المصريين في الوقت ده في عيد شم النسيم. شم النسيم احنا يعني عشان نحكي بس باختصار الدنيا كانت ماشيه ازاي احنا كنا شم النسيم طبعا احنا كنا بنخرج فيه ونتفسح وناخد معانا اكلنا كتير بس الفكره ان احنا قبلها بيوم اللي هو عيد الوقفه هو ده العيد الحقيقي. ليه؟ لان القمح لو ما وقفش لو ما ادانيش محصول كبير يبقى العيد ملوش معنى احتفال. ملوش معنى يعني انا هحتفل ليه؟ فانا لما يقف القمح الوقفه الكبيره ونحتفل احنا قبلها كان في الصيام احنا كنا بنصوم صيام طويل عن السمك عن الخروف وكان عندنا صيام انقطاعي كمان يعني من الفجر المغرب كنا بنصوم ولما نفطر نفطر على الاكل النباتي يعني. النباتي فكنا قبلها بنحضر كل التجهيزات كان عندنا في يوم مثلا لازم نعمل الاسبته الجديده اللي هو بنسميه بنعمل اسعاف النخيل لازم يكون كل جديد علشان بنعمل اكل كتير قوي فاحنا محتاجين حاجات كتيره جديده نحط فيها الاكل ده كله طبعا. فاحنا كنا نيجي نفطر نذبح الخروف في يوم الوقفة ونفطر على طول. ليه؟ لأنه عيد الكبير عندنا اللي هو يوم الوقفة كان الدنيا دايما حر العيد بيجي دايما في الحر فلو سبتي اللحمة هتبوظ فلازم تاكليها على طول. تاني يوم بقى بناخد الفسيخ والبيض وكل الحاجات اللي احنا عملناها. ليه؟ لأن احنا بننزل نحتفل وما بنروحش من الغيط ما بنروحش من الحقول إلا والقمح بنبدا على طول تاني يوم على طول بنبدا نشتغل نحصد القمح ونشونه في المخازن شغل كبير جدا عشان كده احنا بنعمل فيه اكل كتير جدا بنسميه حاجه زي المعلبات يعني ايه انت بتعملي في السيخ ده عامل زي المعلبات مملح يقعد مده طويله محدش فاضي يطبخ محدش فاضي يفكر في اكل انت بتجهزي الاكل تقدري تقعدي بسرعه تاكلي اي حاجه طبعا. وتقومي تشتغلي بسرعه. اخترعنا فكره ان احنا
نعمل البيض اللي هو ما كانش ملون، كنا بنكتب عليه أدعية بألوان بألوان الزرع والورد الحلوة قوي. ده أنا برضو عايز أسأل حضرتك عليه، يعني الفكرة دي جت من زمان من أيام القدماء المصريين البيض الملون؟ احنا كنا بنؤمن بأن الكون كله المخلوق كبيضة كونية، يعني من البيضة الكونية، يعني كان عندنا الإله بتاح أو بينطق أحيانا فتاح، البيه والفيه حروب تبادلية، فالإله بتاح مصور نفسه أنه هو قاعد على عجلة الفخار بمسك التين الصلصال بيشكل الكرة الأرضية كلها على شكل بيضة. ومن هنا نشوف إحنا المصريين أنه إزاي إحنا من حوالي 6000 سنة عرفنا أن الأرض مش كروية، شبه كروية يعني بيضاوية. قبل ما فرديناندو ماجلان بآلاف السنين، يعني فرديناندو ماجلان ده من حوالي 500 سنة، احنا قبله بآلاف السنين. عندنا الإله بتاح بشكل الأرض كلها بيضة، يعني كشكل البيضة. هما كانوا البيض ده بالنسبة لهم رمز للكون، يعني أو للخلق الجديد، ومن هنا العالم كله لغاية النهاردة برضو ماشي في فلك فكرنا، مين اللي اتخلق الأول، البيضة ولا الكتكوت ولا الفرخ؟ يعني إخناتون مثلا من ضمن الحاجات اللي كان كاتبها، سبحان الله وحده لا شريك له، خلق الحي من الجماد كما خلق الكتكوت من البيضة. وكان في عندنا أدعية اتلقت في المقابر، يعني مثلا بنت تكتب يا فتاح اديني عريس حلو زي حورس، الولد يكتب يا فتاح اديني عروسة حلوة زي إزيس، وهكذا. ونطلع نحطها بقى في الشمس ونعلقها في الشمس عشان أول ما الشمس تطلع، يعني احنا يعني كنا متصورين ان الإله أدير انصهر مع الشمس وبقى هو وهي حاجة واحدة، فلما يطلع اللي جاي بالخير ده كله يشوف يلبلنا الأدعية بتاعتنا يلبي. عشان كده بنعمل كنا كميات كبيرة. ليه كميات كبيرة؟ لأنه أنت دلوقتي نازلة الغيط، وكنا بنعملها في فطير على فكرة، في كتير قوي كنا هي فطير للعالم كله نقلها لغاية النهاردة، بنعملها في فطير، وعلشان كل واحد الصبح يصحى ياخد الفطيره بتاعته بالبيضه ياكل ويشتغل، يعني ما فيش وقت. يعني هو ما كانش عيد انتخى اللي هو ناخد اجازه انتخ وننام ونخرج، لا ده كان عيد شغل. يعني احنا بنتبسط يوم شم النسيم اخر انبساط، لكن نبدا بعدها يعني فرحه ما بعدها فرحه على فكره المولد، ان انت في هنا رقص، في هنا اغاني، في هنا العاب، في هنا السيرك نفسه كان بيتعمل في المولد اللي هو الليلة الكبيرة عندنا. هو السيرك دي كلمة مصرية فرعونية، فالفكرة دي كلها كان كل مظاهر البهجة دي انت بتحتفلي بيها الليلة الكبيرة اللي هي ليلة العيد، علشان اللي هي بورسعيد على فكرة كان موجود كل المظاهر دي بشكل كبير جدا لغاية ما الغاز دخل وبقى يعني في خوف من المظاهر الاحتفال اللي منها الحرايق، وهنقول الحرايق ليه بيعملوا حرايق، ودايما عروسة قش، دايما يعملوا عرايس بتمثل الشر. الاول كان الليمبي بيحرقوا الليمبي عشان اللورد الانجليزي اللي هو كان متضايقين منه فبيحرقوه كنموذج للشر. بعد كده بقى الموضوع تطور انه اي حاجه انت حاسه ان هي شر بتعمل لها عروسه ومسارح وكده، وفي الاخر على أحرق. نص الليل في بدايه اليوم الجديد اللي هو شم النسيم نبدا نحرق كل رموز الشر، لان كل الشر ده يروح، يعني يروح ويجي مكانه الخير. فهتلاقي انه ازاي العيد ده اتنقل للعالم كله. هتلاقي اسيا مثلا عيد النيروز اللي هو منتشر في اسيا قوي، هو نقلينه من مصر الفرعونيه، بس نقلوا منه الجزئيه بتاعه الحرايق، نقلوا منه انه لازم ياكلوا فسيخ سمك لونه ذهبي، لان الفسيخ عندنا لما بتملحيه السمك بتملحيه يبقى فسيخ بيبقى لونه ذهبي، فلازم ياكلوا السمك لونه ذهبي. لازم الحرايق مش بس في ايران، بتلاقي في فلسطين، بتلاقي في العراق، بتلاقي في سوريا، في حتت كتيره جدا اتنقلت. بس احنا ليه كنا بنحرق رمز الشر، ولكن في نفس الوقت لما تفكري فيه او لازم يكون عروسه قش قش ليه؟ لان انت كنت بعد ما بتحصدي القمح انت عندك مخلفات زراعه كتير، فلازم تحرقيها علشان ما تجيبكيش حشرات. صح. وبعد كده هيبقى في رماد ويرش الميه علشان الرماد يهدى والدنيا تهدى والحرائق تهدى. فالعالم هتلاقي في ايران دايما مقدس عندهم يلعبوا ويحرقوا حاجات وبعد كده يلعبوا يرشوا بعض بالبعض بالميه. روسيا مثلا كانت محرمه الاحتفال ده لغايه كذا سنه فاتوا قريبين، بدات تحتفل بيه تاني وبتعمل معبد كبير
وبتعمل عروسة قش كبيرة جدا وبيتلم ملايين الناس وفي حتت كتيرة بقى في روسيا علشان يحرقوا عشان يتفرجوا على حرق العروسة دي. طبعا تلاقيهم مش عارفين انهم عارفين ان هم اخدين المصر الفرعونية بس هم مش عارفين وبيسموه عيد المرافع لانه احنا بنسميه عيد قيامة اوزير وقيامة القمح. هم المرافع يعني حاجة بتترفع يعني بتقوم بس هم مش عارفين جاي منين بالظبط. عايز اسال حضرتك على الفسيخ والرنجة اللي احنا بناكلهم دلوقتي في شم النسيم، هل طريقة تحضيرهم هي الطريقة اللي كانت موجودة أيام الفراعنة أو القدماء المصريين، ولا إحنا ابتدينا مع مرور الوقت نحرف الطريقة ونعملها بشكل مختلف؟ لا هي تقريبا هي نفس الطريقة ما فيش غيرها. وده يمكن برضو حلوة إن إحنا نعرف يعني إيه فسيخ أصلا. أيوة حلوة دي حاجة ملحة جدا. صحيح إحنا بنقعد ناكله ونستمتع وبنحبه يعني قوي فسيخ. بس يعني إيه فسيخ فعلا؟ فسيخ جاي من كلمة فسخ سفخ سفخ بالمصري الفرعوني يعني سبعة. سبعة ليه؟ لأنه إحنا كنا بنعمله في السبع أيام. ليه سبع أيام؟ لأن إحنا عندنا اكتمال الميلاد المولد الجديد اللي هو بيبقى قبل شم النسيم بيتم في سبعة أيام. عشان كده بكون نحتفل بالسبوع وإلى آخره، وعليه كنا بنحضره في سبعة أيام عشان كده سميناه على رقم سبعة اللي هو سفخ. سفخ جاء منها سيفن، كمان هتسيبن بالألماني، في حاجة في اللغة اسمها إقلاب وإبدال. فسفخ جاء منها بسخ وبساخ وفسخ وفصح وفسحة لأنه مرتبط بالفسحة بتاعت شم النسيم. كل الكلمات دي اللي هي أصلها كلمة سبعة بالمصري الفرعوني. وجاء حتى كلمة فكرة أنه يفسخ، حد بيفسخ حاجة يعني تفسخي يعني تفرقي حاجتين عن بعض. ليه؟ لان انت ما بتاكلي كده فسخ الحاجه بالظبط يعني بتبعدي اتنين عن بعض، بتبعدي حاجتين عن بعض. جايه من فكره ان انت لما بتفتحي الفسيخ الفسخ السمكه بتعملي كده بتفصليهم عن بعض. فجاء منها فسخ. ويعني شوفي احنا بنقول احنا بنتكلم لغه مصريه فرعونيه، شوفي دخلت فيه كلام كتير جدا. بس كانوا بيسيبوا السمكه فعلا تتملح زي ما احنا بنعملها ويسيبوها كده وقت طويل مكشوفه والكلام ده؟ لا مكشوفه، لازم مغطيه مكشوفه في حشرات ودبان وحاجات كده لازم متغطيه تماما لغايه الاحتفال بيوم شم النسيم. تطلع يوم شم النسيم وتقعد معانا بقى طول مده الحصاد، تكفينا نفتح العيش وناكل ونكمل شغل ونشتغل. والله احنا بناكل الفسيخه من هنا حضرتك بنتقلب على الكنبه بننام على طول يعني يومين تانيين ما نشوفش اي شغل بعديها. طب عايز اعرف كان هل في مظاهر لبس معينه لليوم ده؟ انت عارفه ما اعرفش يمكن طبعا ما توعوش يمكن على الكلام ده، يمكن اهالينا كانوا معانا. كان دايما ممنوع ان انت تصيفي قبل شم النسيم، يجي حر يجي برد. انا سمعت كده. ايوه الجدات كانوا دايما بيقولوا ما حدش يصيف الا بعد شم النسيم، يوم شم النسيم. يجي شم النسيم حر، يجي برد، يجي اللي يجي هنصيف يوم شم النسيم. حتى لغايه النهارده تلاقي حتى البوليس المصري الشرطه المصريه برضو بتغير لبسها في شم النسيم وتلبس البدله البيضاء، اللبسه البيضاء لانه اللون الابيض كمان مرتبط بعيد شم النسيم. لانه في عيد شم النسيم احنا كنا اولا احنا كنا نلبس لبس العيد الجديد، واحنا اللي علمنا الدنيا كلها نلبس لبس العيد الجديد. ليه بنلبس لبس جديد؟ لانه انت ارض مصر هي اللي بتطبعك، هي اللي بتعلمك. فانت دلوقتي بتشوفي الارض بتتكسي كسوة جديدة، بتتكسي لون جديد. ففي كل عيد عندنا الأرض هي بتكسي لون جديد. طبعا. فلما أنت زي ما الأرض بتغير كسوتها أنت كمان تغيري كسوتك. الناس العادية كان طبعا تحب اللبس المشجر تحديدا. أيوه. الورود والألوان الزاهية الجميلة لأنه هو ده العيد رمزه الألوان الزاهية والورود والفواتح الحلوة الألوان الحلوة الزاهية يعني الجميلة. والناس اللي كانت بتحج، لأن احنا كان عندنا حج في العيد الكبير، كانوا يروحوا يحجوا أبيدوس للإله أوزير يشكروه على أنه قام وجاب لنا النعم كلها، نعمة القمح أنه جايبها لنا كقمح، فنروح نشكره هناك. ولازم نلبس الإزار الأبيض اللي هو كتف وكتف. ومن هنا هتلاقي حتى الشرطة المصرية لازم تلبس أبيض، وفي بيوت حتى كتيرة كان لازم لغاية قريب يكسوا البيت حتى أبيض. الستاير الملايات إلى آخره يكسوها بالأبيض تحديدا يعني. لأنه في الحج، والحج يعني كلمة مصرية معناها اللون الأبيض والنقاء والصفاء
الاول والاخر. دكتور عزة بجد بشكر حضرتك جدا على المعلومات الحلوه دي. انا بجد يعني بتمنى اي حد يشوف الحلقه دي لو انت قدنا يعني في السن لازم توري ولادك الحلقه دي، لان الاطفال والتينيجرز لازم يعرفوا المعلومات المهمه دي، ان قد ايه شم النسيم العالم كله بيحتفل بيه، هو اصله مصري واصله فرعوني من اجدادنا وبنحتفل بيه من الافات السنين، فمعلومات قيمه جدا. بشكر حضرتك واديتينا حاجات لطيفه النهارده احنا اول مره نعرفها، فانبسطنا جدا. تسمحي بس يمكن اخر حاجه، حتى الاجانب هم بيحتفلوا، اوروبا بيحتفلوا بالعيد ده بيسموه ايستر. ايستر على اسم بمعنى الشرقي، الشرقي على اسم ايزيس. ايزيس اسمها ايسا اللي هي جت منها اسيا، ايست الشرقي كله اسم على، حتى العيد كله اسم على اسم ايزيس. واو، حاجة جميلة. ميرسي جدا، شكرا ليك يا دكتور عزة، نورتينا. وشكرا على المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا النهاردة. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل حلقتنا، استنونا. ولسه مكملين معاكم عيش سعيد، وزي ما انتم عارفين دايما في عيش سعيد بيكون عندنا حرص ان يكون معانا شباب بتفكر بطريقه مختلفه، ناس بجد عندها باشن، عندها شغف للحاجه اللي هي بتحب تعملها، والحاجه دي بتكون ظاهره جدا في الحاجات اللي هم بيحبوها. ضيفتنا النهارده هي ميكس مختلف من المواهب، بتعمل كذا حاجه، وكل الحاجات اللي هي بتعملها بصراحه لطيفه جدا. هي يا جماعه بتغني وغنى كمان، مش اي غنى، غنى اوبيرالي، يعني من أصعب أنواع الغنى ومن أحلى وأرقى أنواع الغنى. كمان هي بتغني بلهجات مختلفة وطبعا العربي، كمان هي بتدرس في الجامعة الأمريكية، وهي كمان بتشتغل في مذيعة زميلة معانا جميلة طبعا، وكمان هي المتحدث الرسمي لحملة أنت الأهم. شايفين ميكس المواهب، وآي ثينك في أكتر وأكتر. ضيفتنا النهاردة اللي منورانا هي الجميلة نوران خليل. ازيك يا نوران؟ مساء الخير. مساء الفل، عامله ايه؟ منورانا الحمد لله. ميرسي، بنوركم. يعني ما شاء الله عليكي، نموذج يعني خطير لكل الشباب والبنات اللي بيتفرجوا علينا، ان انت عارفه تعملي اكتر من حاجه وكلها حاجات انت بتحبيها، ومع ده كمان انت لسه ستيل بتدرسي. قبل ما ندخل الهوا كنت بتقولي لنا ان انت بتحضري دكتوراه، وانت اوريدي معاكي ماجستير في الصحافه التلفزيونيه. خلينا نعرف بقى عملتي الميكس اللذيذ ده ازاي؟ والله هو يعني موضوع جه بالصدفة. أنا يعني بحب حاجات مختلفة، ومن نوع يعني كل ما يقولوا لي لا ركزي على المذاكرة أو أروح ضايفة حاجة جديدة للسة، طب يلا نغني بروفيشنال، لا ركزي، طب يلا نعمل ده كذا. فابتديت يعني على مدار السنين كل الحاجات اللي بحبها، يعني ما فيش حاجه ركنتها على الرف، ومشيت فيهم كلهم. حلو قوي. وشويه تنظيم في يومي وتايم مانجمنت. لا بس خلينا نسال على موضوع المذاكره ده، لانه بجد من المواضيع اللي هي هنقف عندها شويه. انت بتدرسي في جامعه من الجامعات اللي هي طبعا كل الناس تتمنى تكون فيها، والجامعه الامريكيه طبعا من الجامعات القديمه والمهمه والعريقه، فانك تبقي انت كنت طالبه فيها، بعد كده يعني حصل تدرج وبقيتي بتدرسي فيها. فكره برضو ان انت تذاكري في الجامعه وتبقي مدرسه فيها دي صعبه، دي مش حاجه سهله، اللي هو مش مطلوب منك العادي، لا انت مطلوب منك الامتياز. فده برضو جه ازاي المذاكره، وان انت تقعدي تسهري اكيد وتحضري لكل ده، حصل ازاي؟ والله انا المذاكره بالنسبه لي عمرها ما كانت قضيه، وفي نفس الوقت عمري ما استصعبتها، لان انا كل حاجه انا بذاكرها انا بحبها جدا. طبعا في مرحله الدكتوراه انا مش بقعد اذاكر كورس زي في المراحل اللي قبل كده، ببقى انا مسؤوله عن بحث كبير، وانا شغاله البحث بتاعي، والبحث في حاجه في اللاين اوف ريسيرش بتاعي. ف بالنسبه لي اتس اكتشلي فيري انجويبل، يعني موضوع مسلي جدا، ومش متضايقه، يعني مش مستثقلاها خالص، لان انا بحبها فعلا. فحتى الشغل اللي بعمله كل يوم 3-4 ساعات بالليل، بقعد اشتغل على حاجه الدكتوراه بمنتهى اللذاذه، يعني مبقاش متضايقه خالص. وكتير قوي بخليها الصبح، عشان بحب اشتغل الصبح اكتر. فثلاث اربع ساعات بدري الصبح بقهوتي في الشمس اشتغل. موضوع انت رساله عن بتاعت الدكتوراه بتاعتك عن ايه؟
انا بس انا اللاين اوف ريسيرش بتاعي اللي انا متخصصه فيه هو سيكولوجيه الارهاب, ازاي الارهابيين بيغيروا في سيكولوجيه الناس عشان يقدروا ان هم ياخدوهم عندهم ويخلوهم ينفذوا كل يعملوا لهم برين واش والكلام ده كله. فانا ببص فعليا على التكنيكاليتيز السايكولوجيكال تكنيكاليتيز بتاعه البرين واش, يعني ايه اعمل الناس دي بتعمل برين واشنج ازاي. فانا كل التولز دي الحاجات اللي انا بقى موضوع مهم يعني وشائك يعني لا لا انت برافو عليكي ما شاء الله عليكي. خلينا نتكلم كمان عن الغنى, انت من امتى ابتديتي تغني وبعدين قلتي دلوقتي لا انا هغني بس لا انا عايزه اغني بطريقه بروفيشنال, انا مش عايزه اغني وخلاص. طيب امتى عرفتي انك صوتك حلو بتغني وبتغني من امتى, وامتى بقى قررتي تبقي بروفيشنال؟ انا من صغري وانا بعزف بيانو ومامي بيانست, فانا الكلاسيكال ميوزك والبيانو في دمي من اول ما اتولدت, وبعزف يمكن من عندي 5 سنين على البيانو. لما دخلت الجامعه في 2007 مثلا ولقيت ان في ميوزك ديبارتمنت, اول حاجه عملتها ان انا عملت ميوزك ماينر. ففي الميوزك ماينر كان مطلوب مني ان انا اغني في كورال اوبرالي, فغنيت في الكورال اول سمستر. تاني سمستر كنت على طول مسجله لكلاسز اوبرا برايفت, عجبني الموضوع جدا وانا اصلا بحب الكلاسيكال ميوزك, فانتهزتها فرصه ان انا اخدها تبع الجامعه ومشيت في تراك الاوبرا من 2007 من اخر 2007 لحد دلوقتي, وهي دي المزيكا اللي انا بحبها اصلا. فبحب غناها وبحب ان انا ادخل فيها, يعني بالنسبه لي هي لا انا حابه اتعرف على المزيكا أكيد. اكتر بصوتها يعني, خلينا نتعرف على النوع التايب اللي انت بتحبيه بصوتك. نسمع حاجه دلوقتي. اوكي يلا. Il mio bel fuoco, o lontano vicino, che ser possio senza cangiar mai tempre. Per voi, care pupille, arderà sempre. برافو نوران. انت بتغني كام لغه؟ احنا في الاوبرا عشان معظم الاوبرات بتبقى مكتوبه بالايطالي وبالالماني وبالبيزنطين واللاتين والحاجات زي كده, فاحنا بندرس حاجه اسمها ديكشن. الديكشن دي في الديكشن بنتعلم ازاي نقرا لغات مختلفه بالنطق الصح بتاعها من غير ما ادرس اللغه. أوكي. فانا ممكن ابص على تكست الماني مثلا اقراه كله لايك نيتيف مش فاهمه حاجه خالص, ممكن ابص على تكست ايطالي اقراه كله عادي جدا, فرنساوي اسباني لاتيني يعني بيبقى مكتوب زي ما احنا مثلا بنكتب الفرانكو كده. لا 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 بقراه بشكله بقراه بشكله بالاكسنتس بتاعته. اي تكست من اللغات دي كلها وممكن اكتر شويه ابص يعني هقراه عادي كله, بس معناه ايه مش مشكله مش فاهمه بس انا هقراه. ايه اللغه اللي بتفضليها في الغنى؟ والله انا في الاوبرا بالتحديد انا بحب الالماني والايطالي. الايطالي الفاولز بتاعته واضحه هي جدا, هي اصلا غنى قوي كمان. هما طريقه كلامهم بحس ان هما بيغنوا وما بيتكلموا يعني بالظبط. الايطاليان لانجوج الغنى فيها بيبقى يعني الصوت بيبقى جميل يعني بالايطالي الفاولز تبقى واضحه قوي فارتكيوليتد بشكل ظريف جدا, والالماني بيبقى ناعم قوي في الغنى يعني اللهجه الالماني بتخلي السينجينج يبقى لذيذ كده وناعم وداخل في بعضه يبقى لذيذ. انت بتحبي الاثنين دول اكتر حاجه. خدتي وقت قد ايه عشان تتعلمي الغنى الاوبرالي؟ حاسه ان هو الموضوع كبير يعني حاسه صعب. والله انا عشان كنت بقرا مزيكا طول عمري وبقرا نوت, فالموضوع بتاع ان انا اقرا مزيكا ما كانش ايشيو. فاوريدي انا عشان انا عندي باك جراوند في الكلاسيكال ميوزك, التكنيك بتاع الاوبرا هو ده اللي احنا بنشتغل عليه. يعني احنا عندنا في الاوبرا مفيش حاجه اسمها حد صوته كويس وحد صوته وحش. احنا بناخد خامه الصوت زي ما هي وبنمرنها. حلو قوي. فكتمرين طبعا بياخد كذا سنه ان هو عشان نبتدي, عشان طبعا بنغني من بطننا وكل العضلات بتاعه الكور شغاله, البطن والظهر واللاتس وكل ده بيبقى شغال معانا. فإن احنا نبتدي نخلي الناس تعرف تمرن عضلات جسمها على الغنى ممكن ياخد شوية سنين, بس هو وانس ان التكنيك يعني اتعرف فهمنا التكنيك واتمرنا عليه كويس
بيبقى الغنى سهل ولذيذ ودمه خفيف بس انا حاسه ان انا يعني لو سمعت صوت نوران كمان بالعربي هتبقى ليها تيست مختلف. يا ريت. عايزين هنختبرك في كل اللغات ما تقلقيش. احنا معاكي للصبح. ماشي. لما بدا يتفنى لما بدا يتفنى أمان 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 حبي جمال فتنى أمان 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 الله الله حلوة قوي. نوران عايزة أسألك بقى على كمان جزء مهم في حياتك وهو الفيديوز اللي بتطلعي فيها as a presenter مذيعة وبتعملي فيه برضو شغل لذيذ ان هو انتو بتهيالي بتكتبي السكريبت بنفسك بتشتغلي على الفكرة يعني في كرو انا عارفة طبعا بيساعدك بس انتي بتبقي بارت من العمل ده والعمل ده بيكون مختلف لان هو بيقدم معلومات وحقائق وبتحكيها بطريقة ستوري تبقى مختلفة وشغل الديجيتال مختلف عن المذيعة بالشكل التقليدي اللي احنا بنتكلم عليه. فقوليلي دخلتي بقى القصة دي ازاي والباشن اللي عندك وانت بتعملي الحاجة دي؟ والله انا موضوع الاذاعة برضو دخلت الى حد ما بالصدفة من 4 سنين. كنت قاعدة مع ناس صحابي وكانت فكرة كايرو تايم بتتولد وساعتها انا اي جويند كمذيعه واللي خلاني ابقى فيري انترستد في موضوع كايرو تايم ان الفيديوز اصلا والدوكيومنتريز اللي بنعملها هادفه قوي وفيها معلومات تقيله قوي ان قوي يعني بالظبط وفعلا معلومات عليها القيمه قوي بتضيف بجد. فاحنا ابتدينا كايرو تايم من حوالي 4 سنين. مش انا اللي بكتب, احنا عندنا فريق رايترز كبير طبعا عشان الكتابه عندنا احنا بنكتب في جانرز كتير قوي مختلفه ومعلومات كتير فيمكن كل ريبورت ممكن يدخل فيه 3 أو 4 رايترز. احنا عندنا مجموعه كبيره وعندنا ديبارتمنتس وعندنا ريسيرشرز وعندنا يمكن في سكه ال 40-45 رايتر يعني. فعندنا السيستم فيري انتريكت في الحته دي. انا كمذيعه طبعا ببقى فاهمه الايشو كويس قوي ومرتبينه مع بعض ومذاكرينه مع بعض بس مش انا اللي فعليا بكتب, انا بقى بشيل بقى قصه الاذاعه يعني. طب انت بتحبي تقدمي ايه الحاجه اللي انت بتحبي تتكلمي فيها في كايرو تايم؟ الناس لو عايزه تعمل لك فولو بقى وتعرف بتتكلمي عن ايه وكده, بتتكلمي عن ايه؟ البروجرام بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى مدته قد ايه؟ بتحضري له ازاي يعني؟ كلمينا عنه اكتر كده. والله احنا الحلقات بتاعتنا زي رينج من 4 دقايق ل 12 دقيقة في الرينج ده. في حاجات سياسية, حاجات اقتصادية, حاجات تاريخية, حاجات انترتينمنت, يعني حاجات مختلفة. انا عن نفسي الريبورتات اللي انا بحب اقدمها أيوة اكتر حاجة. ايوه مبسوطة كده وانتي طالعة تعمليها نظريات المؤامرة. انا احبها زي عينيا. انتي نظريات المؤامرة وبتعملي الدكتوراه بتاعتك عن الارهاب, سيكولوجية الارهاب. انتي مش باين عليا خالص. انتي ما يبانش خالص يعني, انا حاسة ما ينفعش حد يغلط قدامك, انتي هتجيبي قرار وهو قاعد فاهمة يعني مش ممكن. الرقة دي مخبية حاجات. الحمد لله يعني. هما ايه الحلقات؟ انتي قلتي نظريات المؤامرة بس حلقات معينة مثلا اول ما يكتبوها يقولوا لا هي نوران هي اللي هتعرف تقدمها؟ عاده الحاجات اللي فيها مؤامرات, الحاجات السياسيه والحاجات المرعبه, الرعب. انا احب الرعب. اوكي كل ده مش باين فعلا. انت برج ايه يا نوران؟ بعد انا الدلو. ازاي يا راجل؟ في فرق سرعات رهيب. في فرق سرعات. انا دلو زيك اللي هو فعلا في شخصيات مختلفه تمام. طيب لو قلت لك بقى يعني طبعا هندخل دلوقتي على حمله انت الاهم, احنا ما شاء الله بنسرد كل ده, انت تحبي تعملي ايه وبداتي ازاي, بس لو جيت قلت لك يعني رتبي لي بريوريتيز كده, يعني ايه الحاجات اللي هي ما تقدريش تستغني عنها, الحاجات اللي تيجي نمبر 1؟ طبعا هو سؤال يعني مرعب وفي نفس الوقت اصعب سؤال ممكن تكوني سالتيه في حياتك, بس احنا هنيجي في محطه معينه في حياتنا هنختار يعني, ده تشويس لازم تختاري بين انت تبقي مذيعه فول تايم لو مثلا خلاص بقى كمان رحتي حته اللي هو قناه فضائيه مثلا ولازم تبقي متفرغه وفي نفس الوقت في تدريس وفي نفس الوقت في غنى وفي تمثيل وحاجات كده لطيفه, فهتعملي ايه بقى في كل ده؟ بصي انا هقول لك حاجه,
انا تقريبا في كل مراحل حياتي اتقال لي سالت السؤال ده، ما انت لازم تختاري حاجه من الحاجات في الاخر. بس لو انا هرتب البرايورتي نمبر 1 هو انا ومزاجي وصحتي النفسيه وسفري واهتمامي بنفسي، ده اول حاجه مبدئيا. يليها يعني يجي بقى شغل الميديا، بحبه قوي مع الجامعه، يعني كل حاجه والله بحبه كل حاجه. هو بقول لك سؤال صعب يعني. بس هو يعني انا اجي فوق كل حاجه. فانا مفيش اي حاجه بتيجي عليا. انت كنت تقولي سفري، انت بتحبي تسافري؟ بحب اسافر جدا، بحب اسافر جدا. تيبيكال دلو. بحب طول الوقت. ايه اكتر بلد بتحبي تروحيها؟ بحب اسبانيا، بحب حتت كتير قوي، بحب اسيا جدا، بعشق اسيا وفيتنام والحتت دي. يعني انا اي مره اخلص حاجه وهي بتلاقيه نطيت في طياره على طول على فكره ان انا حاجزه رحله اصلا كمان شهر ولا حاجه، دي ممكن تخليني خطيره في الشغل بقى، انا في شهر ومسافره. بصي هو انا جايه الدنيا دي انبسط وامشي، فانا لو مش مبسوطه مش هعمل الحاجه. يعني فعليا لو في حاجه مش بسطاني ما بعملهاش. واي حاجه بتيجي عليا بحس انها جايه عليا ما بعملهاش. برافو عليك. فبالتالي فعليا اللي فضل في حياتي بعد الفلتره كلها حاجات انا بحبها وكلها ناس بحبها. اي حد ما بحبوش بيطلعه بره، بيطلعه يعني بره، مفيش وقت تطلع. يلا باي باي. فحتى مثلا كل الدراسات بتاعتي سواء الماجستير او الدكتوراه كله بعمله في حته انا بحبها جدا. ففعليا يعني الماجستير اللي فات اللي عملته يمكن عمل ضجه في الوطن العربي كله، واتطلب في كونفرنسز بره مصر وكده. الماجستير ده انا لو حلفت ان انا ما حسيتش بيه ما حدش هيصدقني. الدكتوراه في نفس الوقت انا بقالي سنه شغاله عليها اهو. بس الماسترز ما تكلمينا عنها بقى، بدل ما عملت ضجه ولازم نعرف مور ديتيلز. الماسترز كان اول طريقي في حته سيكولوجيه الارهاب، فابتديت اول خطوه في دراسه يعني ايه برين واشنج، وابتدي اخصصها في حته سيكولوجيكال. فكنت بص على الفريمنج اللي هما بيعملوه، ازاي هما بيفريموا يعني بيفريموا نفسهم والفيكتيمز، يعني قصة طويلة. وفي نفس الوقت كنت ببص على استخدامهم لحاجة اسمها moral disengagement، ان هما بيعملوا deactivation للحد اللي جواكي اللي بيقولك ده صح ولا غلط. فالحد ده اللي جوه هنركنه على جنب وبيعملوا له deactivation ازاي. وده كان الحتة اللي فعلا عملت ضجة كبيرة. دي مهمة فعلا. لان انت اي حاجة هتعمليها، انت لو هترمي زبالة في الشارع مثلا من العربية، في صوت جواكي انت عارفة ده صح ولا غلط. فالصوت اللي جواكي ده ممكن يتقفل، ممكن اقول لك ايوه بس هو مثلا لو مرميش حد تاني يعني هيرمي. ما هو دي مش غلطتك، دي غلطة مثلا حد تاني. ده ممكن في 7 different mechanisms ممكن اعملهم اخليه تطفي الصوت اللي جواكي ده، فتقدري تعملي الحاجة الوحشة من غير تفكير او تأنيب ضمير. بالظبط. فهو نفس الفكره في الارهاب، نفس الحاجه بتستخدم عشان تو دي اكتيفيت الموراليتي بتاعت الناس اللي بيعملوا الحاجات دي. حملت بقى انت الاهم طبعا، هي من الحملات المهمه جدا لصحه المراه، سواء صحتها النفسيه او الجسديه، كل حاجه ليها علاقه بالمراه والبنات برضو، الفتيات والمراه. ف حاجة جميلة، لأن أنا أصلا كنت جزء من أنت الأهم فترة من فترات، it's my pleasure يعني، كنت جزء منها. لأن هي حملة بجد بتبقى عايزة توصل لكل الستات وتوعيهم ببقى حاجات مختلفة تماما بقى في حياتهم. فإزاي بقى برضو تم اختيارك عشان تكوني المتحدث الرسمي لأنت الأهم وتروحي تمثليها في حتت مختلفة وفي البرامج وفي المحافظات والحاجات الحلوة دي؟ والله انا اختاروني في انتي الاهم علشان فكره الومن امباورمنت، او ان هما بيحاولوا يدوا اكزامبل للستات ازاي ممكن تبقي تمكين المراه. بالظبط، دي الكلمه اللي كنت بدور عليها. ما هي اي سي بتختلف، انا كنت عين شمس فهلحقي كان. بالظبط، يعني كل واحد يقول ليه واللي عليه. بس هم اختاروني عشان فعلا فكره تمكين المراه، عشان هم كانوا عايزين حد يبقى اكزامبل، لان ممكن الست تبقى منفرده وقويه وناجحه جدا ويعني وتقدر تعمل هي عايزاه فعلا. فهو كان اختياري كان على هذا الاساس، ان هم كانوا عايزين يدوا اكزامبل كويس للفكره دي. وانا طبعا ده كانش حاجه شرفتني جدا ان انا ابقى اتحدث باسم انتي الاهم يعني. لا، وحاجه صعبه ان انتي بتتكلمي عن حمله، ان انتي محاضره رسمي لحمله تتكلمي عن الستات، فانتي بتمثلي بصي كم مليون ست في مصر. وده يبقى شرف ليا. لا، ومفروض يعني توصلي صوتهم كلهم يعني، انتي كل واحده
نفسها تقول حاجات انت مفروض تتكلمي عنها. طب خلينا نتكلم لفيديو عندك انتشر قوي ليكي وانت بتغني في جامعه في كورال لجامعه كامبريدج، وكان الفيديو ده انت بتغني فيه بالعربي والام كلثوم، موضوع عمل قلبان. كلمينا عنه شويه. ده حوالي من اسبوعين كانوا جه كورال من جامعه كامبريدج من انجلترا، كانوا عاملين تور فجم اشتركوا مع الكايرو كورال سوسايتي، ده اكبر كوميونيتي كواير في مصر تحت قياده مايسترو جون بابوكس. فهم وانا جزء من الكواير ده، فهم جم عملوا في التور بتاعهم، عدوا على مصر وكانوا عايزين يعملوا حاجه مع الكايرو كورال سوسايتي، فاختاروا ان هم كمان يعملوا اغنيه عربي. ولو خدتوا بالكم في الفيديو ان تقريبا 90% من الناس اللي واقفه بتغني ورايا اجانب مش عارف. ايوه وحفظناهم لما بدا يتثنى، حفظناهم الكورال بتاعها وغنوها، الصراحه كانت جميله. الحفله كانت معموله في ايورت هول، في ايورت هول دي كان المسرح كانت غنت عليه ام كلثوم، وعشان كده هم اختاروا المسرح ده ان هم يعملوا فيه الحفله بتاعتهم. واو، طبعا حاجه حلوه قوي، مشرفه قوي، وفي نفس الوقت ايه ده العظمه دي، ام كلثوم كانت هنا، فدي حاجه جميله. طب فكره اختلاف الثقافات اللي انت يعني كنت لسه بتقولي انت ممكن تقعدي تغني حاجات في الاوبرا بالالمانيه وبالايطاليه، بس اصلا مش عارفه هي بتتكلم عن ايه، بس انت بتغنيها، هما نفس الكلام غنوا الاغنيه بالعربي، ممكن يكونوا مش فاهمين هي بتقول ايه، بس هو الفن روح. فانت شايفه قد ايه الموضوع مهم في زي تبادل الخبرات والثقافات، بيبقى مهم جدا في الغنى وفي الفن؟ طبعا، لان كمان احنا لو مثلا اشتغلنا مع انجليز، الانجليز طريقه تفكيرهم وطريقه غناهم مختلفه، اشتغلنا مع المان، الالمان مختلفين، ايطاليان، الايطاليان مختلفين، وكل واحد الكالتشر بتاعته بتعكس على طريقه ادائه للمزيكا. طبعا صح. فلما بنتجمع مع بعض اولا بنفهم كتير قوي ليه دول بيغنوا كده وليه دول بيغنوا كده ودي جايه منين وليه دول بينطقوا كده، وحاجات كده مختلفه جدا. وفي نفس الوقت لما بنجمع دول كلهم مع بعض بتبقى الاصوات ظريفه جدا، لان جايه من different performances، وكمان بيعتمد على المايسترو اللي بيقود. فالمايسترو وانس ان هو اتحط قدامنا different مايستروز بيطلعوا اصوات مختلفه تماما. فهي بتبقى ظريفه لما كمان عشان الاوبرا هي تكنيك واحد بسيتس اوف تيتشنجز واحده، فهو منهج واحد. فلما تشوفي المنهج ده ازاي دول مدرسينه وازاي دول مطبقينه وازاي دول دارسينه بتبقى انترستنج قوي يعني. قوي قوي، بتاخدي كده كمان اكيد خبره اكتر. ايه ده الله، ده اتغنت بالطريقه دي لذيذه قوي، ايه ده طب ما نجرب نفس الطريقه، فانترستنج قوي. بما اننا جبنا سيره الغنى هنسمع حاجه، ممكن نغني فرنش بقى دلوقتي؟ فرنش او اسباني او اسباني او ايطالي، انت قلتي الايطالي برضو. لا اي حاجه اللي تختاريه. ممكن اخدكم حاجه انجلش؟ ماشي. لطيف جدا. Stars shining bright above you، night breezes seem to whisper I love you، birds singing in the sycamore tree، dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me، just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. نوران نزلت صورة عملت ضجة كبيرة جدا، كانت مع نجم الكورة العالمي محمد صلاح، وهو صراحة يعني أسطورة، وصورة برافو انك اتصورت، عرفتي تعمليها ازاي، بس الصورة فعلا عملت ضجة كبيرة قوي. احكي لنا بقى عن الصورة دي وايه اللي حصل وليه عملت ضجة برضو يعني. والله موضوع الصورة ده كان موضوع انترستنج قوي. انا كنت في الجيم بتاعي عادي وبتمرن، ببص ورايا لقيت محمد صلاح. اتصور ولا ما اتصورش؟ اتصورت. صوري اتصورت مع محمد صلاح طبعا، كانت صوره لذيذه، استاذنته وبتاع ووقف جنبي وتصورنا، وكانت صوره ظريفه قوي. وخرجت حطيتها على الانستجرام وانبسطت بيها والدنيا لذيذه. جيت على بالليل لقيت الصفحات بتاعت مو صلاح لافرز وفوتبول لافرز والحاجات دي ابتدت شاير الصوره، فقلت تمام لذيذ. تاني يوم الصبح بقى لقيت مكالمه جايه لي الساعه 9 الصبح
بيقولوا لي انت حطيتي صوره ومش المفروض تتحط وانا مش فاهمه في ايه. اتاري بقى انه صلاح عشان كان لازم يجي عشان كان عنده ماتش مع المنتخب وليفربول ما كانتش راضيه تبعته لان المره اللي فاتت اللي جاله كورونا فرح اخوه. اوكي فليفربول ما كانتش راضيه تبعته، خايفه عليه، خايفين عليه. فقالوا خلاص هيتحط اجراءات احترازيه جامده جدا وهيتحط في فقاعه طبيه ومفيش حد هيقابله، ولا الاعلام ولا المذيعين ولا حتى ولا في اي بشر ولا اي حد. هو قاعدين في دور في الاوتيل مقفول عليهم بالستاف بتاعهم ومحدش يدخل لهم، هم والفرقه لوحدهم محدش بيتعامل معاهم. فهم كانوا في الاوتيل كانوا بيتمرنوا وانا عضوه في الجيم بتاع الاوتيل، فانا كنت بتمرن انا كمان، ما حدش كان قال لي حاجه ما اعرفش. فطبعا الصوره لما اتحطت على السوشيال ميديا الجماعه بتوع بره شافوها، وفجاه الدنيا اتقلبت، احنا مش حاطينهم في فقاعه، مين دي ودخلت ازاي؟ انا مدربه في الجيم، انا بتمرن عادي يا جماعه. بس فطبعا قلبت الدنيا وعملت شويه مشاكل كده. بس ما شلتهاش؟ لا، شيل مين؟ اصل هي مالها، هي واحده هي اي حد فينا مكانها كان هيروح يتصور مع محمد صلاح. ده كده كده صلاح يا جماعه، ده فخر العربي يا جماعه. بالظبط. لا هو كان ممكن، هو وهو كيوت منه ان هو مثلا كان ممكن يقول لها معلش اصل دي تعمل لي مشاكل، بس هو ما عملش كده وتصور معاها. فهو يعني ديسنت، كان ذوق جدا، ده كان ظريف جدا. اوكي، طب حلوه قوي. طيب احكي لي ايه تاني في مواهب مستخبيه واحنا نعرف؟ انا حاسه في تمثيل برضو في الموضوع ما اتكلمناش عنه. والله انا بمثل، اتمرنت بقالي سنين بتمرن تمثيل ورش وفي الجامعه وبره مصر وجوه مصر وحاجات زي كده. حاليا شغاله على شويه بروجكتس يعني، بس ما اعلنتش عليها لسه، بس هوبفلي يعني داخلين في حته ظريفه يعني. طب نوران، ايه بقى خططك اللي جايه؟ اكيد انت حاطه بلان وعامله حاجات، بتقولي مثلا انا عايزه امشي في التراك ده شويه، عايزه اركز في ده شويه، عايزه اشتغل على نفسي اكتر في الحته دي، ايه بقى الخطه اللي جايه؟ والله انا خطتي جزء كبير منها هو التطور بتاعي انا شخصيا. فانا باخد كورسز كتير ليها علاقه بالسيلف هيلب والديفلوبمنت، والحته دي شغاله فيها كتير قوي. حلو قوي. وطول الوقت بروح ريتريتس ليها علاقه بالهيلينج وبالحاجات، وايه مروقه على حالي خالص يعني. فالموضوع ده جزء كبير جدا من حياتي. غير كده انا مركزه طبعا في ان انا اخلص الدكتوراه، ويعني ادينا شغالين وادينا شايفين الحياه شايلين لها. بس انا بقول لك انا جايه انبسط وامشي في الدنيا دي. لا، عجباني قوي طريقه تفكيرك، فكره البساطه في فعل الاشياء. مثلا ده انا مسحوله، ده انا عندي دكتوراه، ده انا مسحوله بجري من القناه دي للقناه دي من الحمله. لا، تاخد الموضوع ريلاكس، انا بعمل حاجه بحبها، انا بستمتع، انجوينج، انا مش بجري في حوالين نفسي، لا انا بستمتع بالاشياء اللي بعملها. فانا عجبني طريقه تفكيرك. انا فعلا لو في حاجه مضايقاني ما بعملهاش، لان انا ما حاطه نفسي في حته اللي هو انا مش محتاجه اعمل اي حاجه تضايقني. بالظبط، لو العمر مش بعزقها. بالظبط، احنا جايين مره وماشيين. لا، قالت لك انا مروقه على حالي، بس هي احلى حاجه في الدنيا. زي الفل. زي الفل يا جيرينا. نوران، انت نورتينا وانا مبسوطه قوي بالانترفيو ده، وانت بجد جميله ونموذج فعلا مهم ان كل بنت كده تشوف الحاجات اللي انت بتعمليها وتبقى فخوره بيكي وتبقى عايز تعمل زيك. فثانك يو ان انت نورتينا. نوران نورتينا، وان شاء الله نكون معاكي بقى وانت بتناقشي الدكتوراه عشان نشجعك. يا ريت. ونبقى وشنا يا رب وشنا يكون حلو عليكي يا رب. ان شاء الله. نورتينا جدا. انا مبسوطه قوي اني كنت معاكم النهارده بجد. احنا اكتر. نتمنى انتم كمان تكونوا استمتعتوا معانا بحلقتنا النهارده. نشوفكم في حلقات تانية كتير من عيش سعيد. باي باي. باي باي.